ونشوف دلوقتي مجموعة من الأخبار اللي هتحصل بمشيئة الله تعالى النهاردة. أول الأخبار اللي هتحصل النهاردة منها الحكومة هتنظم ورشة عمل هتعملها حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة لصرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة ككل وختام الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية من 18 دولة، وأخبار تانية هنعرفها في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هينظم ورشة العمل الثانية في إطار حوار الخبراء حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهتناقش قطاع الصناعات الغذائية، والورشة الأولى اللي نظمها المركز كانت عن مستهدفات وثيقة ملكية الدولة في قطاع الزراعة. النهاردة كمان هيتم بدء صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ل 33 وزارة وهيئة، وهتستمر أعمال الصرف لباقي الهيئات لحد يوم 27 يونيو لكل العاملين بالدولة. النهاردة هتختتم الدورة التدريبية الثانية للكوادر المحلية الإفريقية في مجال التنمية المحلية واللامركزية، واللي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية. النهاردة بيترقب علماء الفلك والمصريات تعامد شمس الظهيرة على 6 معابد فرعونية في الوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج وأسوان، وده بمناسبة ما يسمى بيوم الانقلاب الصيفي. الظاهرة دي بتتكرر 21 يونيو من كل سنة. النهاردة الاتحاد المصري للسكواش برئاسة عاصم خليفة هيفتتح باب القيد للاعبين بالموسم الجديد 2022-2023، وده بعد تتويج نادي وادي دجلة بدرع دوري محترفي لسكواش وتصدره المسابقة اللي أقيمت بنادي الجزيرة، وجه نادي هليوبلس في مركز الوصافة.